رأس الخيمة معي رئيسة مفوضية مرشدات رأس الخيمة السيدة مريم شحي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة مريم. عندما نتحدث عن أهمية وضرورة وجود الشباب غير ما كان يعرف في القدم، أول ما طبعا يأتي على ذهننا موضوع الإمارات وكيفية إشراك الشباب في كافة المناصب. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة وعليكم السلام، تكلمت في موضوع جدا جميل، وخاصة وأن الإمارات، عندما أتكلم عن نظرة الإمارات وعن منهجية قيادة الإمارات بما يحدث لدينا الآن، الإمارات تمشي بمنهج مدروس سيدتي. عندما تختار إحدى الشابات تكون هي وزيرة الشباب، فلم تختار هذه الشخصية عبثا، ولكن بعد دراسة متأنية وبعد أن نظرت في شخصيات عديدة ليقع الاختيار لهذه الشابة لتكون وزيرة. شم المزروعي ضربت مثالا ونموذج يحتذى به لكل الشباب. كانت المنهجية أن تختار قدوة من الشابات أو الشباب ليكون مثالا لغيرهم من شباب الإمارات وشاباتهم. أعطت حقيقة مسؤولية جسيمة على عاتق هذه الفتاة، وأثبتت هذه الوزيرة مع مرور هذه الأيام أنها كانت تستحق هذا اللقب وبجدارة. نحن اليوم لا نستطيع أن نحكم كما قلت في التقرير على الأعمار، كم عمري فمعناها أنا تميزت، لا، ولكن ماذا قدمت؟ ما هي الخبرات التي أستطيع أنا أن أكتسبها؟ وماذا أقدم لهذه الدولة؟ وماذا أقدم لهذه القيادة؟ وماذا أقدم في مجال العمل الذي اخترت من أجله؟ هو هذا الفيصل في دولة الإمارات عند القادة. القائد لدينا هنا هو من يضع بصمته. وضعوا بصماتهم شباب الإمارات وشابات الإمارات في كل المضامير حقيقة، في كل مضمار نرى أبناء وبنات الإمارات في أعمار صغيرة ولكنهم يبلون البلاء الحسن في المجال التعليمي، في المجال الاقتصادي، الثقافي، نعم، في كل المجالات. نعم، نشهد هذا في الإمارات، نلحظه. ما الذي اختلف عن قبل سيدة مريم برأيك؟ فرص باتت تعطى من قبل صناع القرار أم حتى أداء الشباب والمسؤولية التي يشعرون بها في هذه الأيام؟ باعتقادي أنهم يمشون في خطوط متوازية. القيادة عندما اقتنعت بما يقدمه أبناء البلد والشباب وبما وصلوا إليه في المجال التعليمي، أنت ترين الآن نحن حقيقة تميزنا في التربية وفي التعليم وفي أمور كثيرة. الإمارات اليوم تضاهي أكبر الدول. اليوم عندما نتكلم عن الابتكار، الإمارات من أوائل الدول وصف الدول الأولى في مجال الابتكار. وصلنا إلى الفضاء. كثير من الأمور ومن العصف الذهني الذي حدث بين الشباب جعل القادة تكون لديهم ثقة فيما يقدمه أبنائهم. لم تأتي عبث هذه الثقة حقيقة إلا بعد أن رأوا بأعينهم ما يقدمه شباب الوطن لهذا الوطن. فاختاروا وزيرة واختاروا حقيقة كثير من الشخصيات ومن الشباب اليوم يأتون مناصب عليا بما قدموه وليس لأعمارهم فقط. نعم، حتى للشباب من المواطنين إلى أي درجة هذا مهم لهم؟ يعني أي من كان وزير أو بمنصب رفيع هو يشعر المواطن بأنه أقرب سيكون له لطريقة تفكيره لمطالبه، وبالتالي أكثر يعني من ناحية توفير الفرص له ومساعدته. سيدتي يشعر بأمان، يشعر بأمان نفسي ووظيفي، أنني أنا ابن الولد وابن هذا البلد، وأنني على هذا القدر الكافي من ثقة المسؤولين بي لكي أقدم واعطي. وصدقيني في 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 هذه الناحية سيكون الأداء أكبر والتميز أكبر والعطاء أكثر. عندما أعطى الثقة بقدر هذه الثقة سأعطي، وبقدر ما تعطيني قيادتي سأبذل الجهد لأجل هذا الوطن ولأجل هذا البلد. أنا أشكرك جزيلا. هذا ما لدينا الآن. صحيح، هذا ما يحدث بالإمارات، يزرع الثقة بنفوس المواطنين. أشكرك من رأس الخيمة رئيسة مفوضية مرشدات رأس الخيمة سيدة مريم شحي على هذه المشاركة معنا.